بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Numbers in Python. أول حاجة أنا عاوزك تعرف إن في ثلاث أنواع أو ثلاث أنماط من الأرقام في بايثون. بايثون بتعمل categorization، بتعمل تصنيف للأرقام اللي بتلات معاها اللي بتتعامل معاها علشان تفتح لك ثلاث أبواب رئيسية. الباب الأول integer، النمط الأول، النمط الثاني الفلوت، النمط الثالث الكمبلكس. هناخد نمط كده بشكل سريع. النمط الأول هو الانت أو الانتجر، ده بيتضمن الأرقام الصحيحة سواء كانت موجبة أو سالبة، وطالما رقم صحيح يبقى ما فيهوش أي جزء عشري، رقم صحيح بس. زي مثلا ما بتقول اكس بتساوي واحد، او مثلا تقول ان واي بتساوي مثلا سالب انت مش عارف كام، او مثلا تقول زد بتساوي 3 5 6، ما شاء الله من الارقام. طالما ما فيش اي كسر عشري او اي جزء عشري فالانواع دي اسمها انت. تعالوا كده نجرب، نكتب طيب بعدين اكس هيقول لي انت، نشيل اكس ونحط واي هيقول لي انت، نشيل واي ونحط زد هيقول لي انت. ده الانتجر او ده النطاق او ده التصنيف الاول او النمط الاول، مجموعه الاعداد الصحيحه. النمط الثاني الفلوت او الفلوتنج بوينت نمبر، وده النمط اللي بيتضمن الارقام برضه سواء الموجب او السالب لكن اللي فيها جزء عشري. تمام كده؟ يعني فيها علامه عشريه ومجموعه ارقام، رقم 2 3 الى ما شاء الله. زي مثلا لو حاولت تقول له A بتساوي 1 1 من 10، او B بتساوي 1 وعلامه عشريه وصفر، ها؟ او لو قلت له C بتساوي مثلا سالب 35 علامة عشرية 5 7 مثلا، يعني تمام كده. خلينا نشيل دي. تمام، كل الأنماط دي اسمها الـ floating number. تيجوا كده نشيك ونكتب طيب بعدين نقول له ايه هيقول لك float. طيب نشيل الـ A ونكتب B هيقول لك float، نشيل الـ B ونكتب C هيدي نفس الناتج float. حلو كده، ده النمط التاني من الأرقام في بايثون. النمط الثالث هو الكمبلكس. الكمبلكس بمنتهى البساطة، واحنا طبعا مش راح نشرح ماس، انت ممكن تدور على على المفهوم ده في علم الرياضة، لكن بمنتهى البساطة الكمبلكس هي الأرقام التخيلية بنرمز لها في علم الجبر عندنا بالحرف ت، ان انجلش بنرمز لها بالرمز اي سمول. الأرقام التخيلية أو الأرقام العقدية، الأرقام اللي بنستخدمها علشان ندرس بيها أي حاجة غير ملموسة، أي حاجة مش بيمشيها الجبر الطبيعي بنتعامل معها باللون ده من ألوان الجبر، الأعداد التخيلي. وعلشان نجيب من الآخر، العدد التخيلي هو عدد مربعه بيساوي سالب واحد. ما تسألنيش الفكرة ازاي، حاول تدور ان ماث حوالين القصة دي لان دي قصة لذيذة جدا، لكن احنا مش بنشرح ماث، احنا بنشرح بايثون. لو انا هدي مثال، ان بايثون بيتكتب بالعدد التخيلي بنرمز له بالرمز جي، الحرف جي imaginary من imaginary. تمام، لو انا قلت مثلا خلينا نقول ان كيو بتساوي 3 زائد 5 بعدين الحرف جي، او مثلا هقول اي بتساوي 5 جي، او مثلا هقول ادي الاي بتساوي نقول سالب 5 مثلا جي. حلو كده، في كل الاحوال لو انا جيت وكتبت طيب، خليني اشرح، لو انا كتبت طيب وهكتب مثلا كيو هيقول لي كومبلكس، ده النمط او ده النوع. لو انا كتبت دبليو هيقول لي كومبلكس، لو انا جيت وكتبت اخر حرف اللي هو الاي هيقول لي كومبلكس. وده هو النمط الثالث من الارقام في بايثون. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.